سياسي ورجل اقتصاد، تولى الوزارة الأولى بين جويليا 86-900 و1000 وأكتوبر 87-900 و1000. هو المرحوم رشيد صفر الذي وفته المنية أمس عن عمر ناهز 90 سنة. ولد الرحيل في 11 سبتمبر من سنة 1933 بالمهدية، وهو ابن الزعيم السياسي المحامي طاهر صفر المؤسس للحزب الحر الدستوري الجديد مع الرئيس الراحل حبيب بورقيبة ومحمود المعطري. تابع المرحوم رشيد صفر تعليمه العالي في الآداب والحقوق والعلوم الاقتصادية بتونس بمعهد الدراسات العليا من أكتوبر 53-900 و1000 إلى جوان 57-900 و1000، ثم بباريس في فرنسا بالمدرسة الوطنية للإدارة التابعة لوزارة المالية والاقتصاد بباريس، وفي كلية السوربون بباريس من أكتوبر 58-900 و1000 إلى جوان 59-900 و1000. تحمل الفقيد عديد المهام الإدارية السامية في وزارة المالية، وعينه الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة على التوالي وزيرا للصناعة ثم للدفاع ثم للصحة ثم للاقتصاد قبل أن يكلفه بالوزارة الأولى. ومثل الوزير الأول الأسبق رشيد صفر تونس كسفير لدى المجموعة الأوروبية في بروكسل من 88-900 و1000 إلى 92-900 و1000، ثم عين رئيسا للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية بتونس من 93-900 و1000 إلى 96-900 و1000. للمرحوم رشيد صفر مؤلفات عديدة ومتنوعة، من بينها كتاب أصدره باللغة الفرنسية بعنوان العولمة الضوابط والتضامن، يدعو فيه المجموعة الدولية إلى أنسنة العولمة وجعلها في خدمة كافة الشعوب لتحقيق السلم الحقيقي والاستقرار للجميع، وذلك بالإقدام على إصلاحات جريئة في مختلف المنظمات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حتى تستنبط الضوابط الملائمة لتوسع العولمة الاقتصادية والمالية وللقضاء على سياسة المكيالين وازدواجية المعايير.